يشرف على العمل ويقدم النصائح لأبنائه تارة، ويعمل بيده تارة أخرى. حسين الكواز ذو 86 عاما يحرص على استمرار مهنته السومرية في صناعة الفخاريات بعدما ورثها عن والده في خمسينيات القرن الماضي، وورثها لأبنائه فيما بعد. يعتموني قضيت لازم يجتمل يحط الطين تزدعى فيتي بس يجتمل يحطه أصير زين عربي. هاي مصلحتي من أبن وجد ما أقدر أجوز منها يبشت أبو بعد نقضت. الأكواز هي الأواني المصنوعة من الفخار، وعائلة الكواز أخذت لقبها من مهنتها، وهي العائلة الوحيدة المتخصصة بصناعة الفخاريات في ديالى، صناعة يمر فيها الطين بمراحل متعددة قبل أن يكون بهذه الأشكال المختلفة. أهم شيء التراب أحمر حري أروحاني بنفسي على أبو الشفل أبو اللوري أقول انطيني من هذا المكان التراب أحمر حري أجيبه هناية أخمره بهذاك الحوض عاد انشفصه عامل يشفصه برجلينه برجله يشفصه يخبطه من هذا البردي الطريش للطين حتى شنو ما يفطر يتماسك بيه ما يفطر الحاجة من نسويها ما تفطر. أي عاد يسحقه أخويا طارق عاد جوا أيدي يطيب لي العروق هذني اللي هن عواميد يطيب لي هنايا عاد أنا أشتغلها سندانة. عائلة الكواز تفتخر بصناعتها وتقول إن منتجاتها أفضل من المنتجات الإيرانية المشابهة. هذه مسماتها مفتوحة القحف يبقى رطب الشتلة ترتاح به تبقى رطبة عليها مي الإيراني يعني رغم ما يفيد الإيراني المستورد ما يفيد لأن هذا مسماته مزدودة المزجج ما يرغب لأبو المشتل هيجد. ويعد مهند وشقيقه آخر صناع الفخاريات في ديالى نتيجة توجه أبنائهما نحو مهن أخرى فيها مردودات مالية أكثر ومعاناة أقل. عائلة الكواز حافظت على صناعة الفخار لأكثر من 7 عقود وتأمل بأن تحظى هذه المهنة بدعم من الحكومة والجهات المعنية بحفظ التراث العراقي لحمايتها من الاندثار. علي العنبقي، ديالى، يو تي في.